عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا. فقرتنا تصريح وتعليق هبتديها معاكم من أسوريو، اللي قال ورد على كل الناس. يعني الراجل يا جماعة مقتنع بطريقة لعبه، بيقول لكم لن أغير طريقة اللعب أمام الفرق الكبرى، أحتاج لثلاثي يلعب بالقدم اليسرى. أكد أسوريو مدير الفني لنادي الزمالك انه مش هيقوم بتغيير طريقه اللعب امام الفرق الكبيره اللي بتنافس نادي الزمالك، ولكن هيحسن طريقه اللعب. ده البلان بتاعه، دي الخطه بتاعته، خاصه وانه الزمالك بيمتلك لعيبه مميزين. قال كمان في تصريحاته بعد الفوز على فريق طلائع الجيش: انا المسؤول الاول عن خساره الفريق في اي مباراه. مصطفى شلبي قدم مباراه جيده ومن افضل اللعيبه في مركزه بالدوري ويستحق الانضمام للمنتخب، وقال انه عندما تتحكم في الكره يجب ان يكون هناك صبر واصرار وسيتحقق الفوز مثلما حدث في مباراه طلائع الجيش. اشار الى انه الهدف الثاني بيثبت للجميع طريقه لعب الفريق، ولفت للنظر انه بدا المباراه باربعه مدافعين، وان كان احمد فتوح بيلعب في مركز المساك في حاله الدفاع، وعندما يستحوذ على الكوره كان بيتقدم لوسط الملعب. ده اللي كنت بقوله لحضراتكم، يعني لما كنت لسه بتكلم معاكم وانا بستعرض التشكيل. هو على الورق انت ممكن تشوف ان هو فعلا بيلعب بثلاثه، لكن الحقيقه انه كان بيلعب باربعه ورا، وانه لو احتاج فتوح يتقدم ده اللي هو كان بيعمله. ده الشكل اللي كان في ارض الملعب، ده الشكل اللي كان في ارض الملعب. الحقيقه ان اسوريو يعني في هجوم شديد عليه، وفي اختلاف في الاراء، وفي تضارب في الأفكار، وكل الاحترام والتقدير لكل الناس اللي ليها آراء في كرة القدم، ولكن لما بيكون في مدير فني عنده فكر وتكتيك عايز يطبقه ادوله الفرصة. يعني بمعنى أصح، ومحدش يزعل من كلامي، نادي الزمالك أصبح ودع أو شبه ودع الفوز ببطولة الموسم ده. يعني ودع بطولة الكاس، السوبر المصري اعتذر، ودع دوري ابطال افريقيا مبكرا زي ما حضراتكم شايفين بينافس في الدوري على المركز، يعني بنتكلم في الرابع الثالث ايا كان، لسه الامور مش واضحه، التاني مش عارفين دوري ابطال افريقيا ولا الكونفدراليه الافريقيه، ويمكن متبقي حاليا الكاس الجديد اللي نادي الزمالك بيشارك فيه بطموح جديده مع مدير فني جديد اللي هو اسوريو. ولكن صعب انك تحكم على مدير فني في مباراه واثنين وثلاثه، لازم كل واحد ياخد فرصته الكافيه علشان يبني شكل جديد للفريق. ومفيش مدير فني هيقدر يعمل ده من غير فتره اعداد، مفيش مدير فني هيقدر يجي يكمل على شغل غيره او يمشي بنفس الاسلوب واجي اقول اصل اللعيبه متعوده على ده. مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه اللعيبه متعوده على ده؟ كل مدير فني ليه التكتيك والفكر بتاعه، واللاعب مطلوب منه ان هو ينفذ طلبات المدير الفني، وان هو امكانياته تسمح له انه يطبع نفسه بالطباع والتكتيك اللي المدير الفني عايز ينفذه، علشان ده في الاخر هيجيب فوز وهيجيب نجاح. لكن السرعه والتسرع في ده مش هيوصل لحاجه. دي وجهه نظري، في البعض يقول مع، بعض يقول ضد، كل الاحترام والتقدير لكل الآراء، ولكن اتكلم بشكل عام. دائما مفيش مدير فني من غير ما ياخد وقته هيوصل للي هو عايزه. يا ريت دايما يكون عندنا كده تريث وتمهل وتأني في مثل هذه المواقف الصعبة لأي مدير فني ولأي فريق جماهيري، عشان يعرف يخرج من المأزق في أسرع توقيت.